اهلا بكم، انا محمد جمال. النهارده هنتكلم عن كل ما يخص الباثروم باللغه الانجليزيه. يلا بينا. قبل ما ابتدي حابب اقول ان احنا بنلاقي صعوبه كبيره جدا في تذكر الكلمات باللغه الانجليزيه. دايما بننساها، ولكن الموضوع سهل وبسيط خالص بانك تبدا بالاشياء اللي حواليك، او بمعنى اصح ان انت موجود في البيت علشان تعرف كل اجزاء البيت مش بالعربي بس، لا كمان باللغه الانجليزيه. سواء حجره نوم او حجره معيشه لازم تتكلم باللغه الانجليزيه علشان تعرف الاشياء دي بشكل بسيط. طيب اول حاجه نبتدي بيها النهارده اللي هي الباثروم. وبالمناسبه ان في الولايات المتحده الامريكيه او ان يو اس دايما بيستخدموا باثروم اند ريستروم. الحقيقه ان الكلمتين مش واحد، في فرق بينهم. يعني مثلا لو انت في البيت، يعني لو زرت مثلا حد في بيته وعاوز تقول له فين الحمام، هتقولها له ازاي؟ Where is the bathroom please. ليه؟ علشان انت في بيته. طب لو رحت له مكتبه او لو عنده محل ورحت له هتقول له Where is the restroom please. ليه او ايه الفرق ما بين الباثروم والريستروم؟ الباثروم في البيت والريستروم دي more formal يعني اكثر ادبا، كلمه اكثر مهذبه عن باث روم. في كندا بقى هتلاقي الموضوع مختلف تماما، هتلاقي بيسموه واش روم وساعات بيقول عليه ريست روم او باث روم. دايما لما بتدخل مطعم او فندق او مكتب بتلاقي يافطه او علامه اسمها WC، اسمها ووتر كلوزت، يبقى اختصارها ووتر كلوزت. اما بقى لو بنت مكسوفه وعايزه تقول فين الحمام مكسوفه قدام زميلها، هتلاقيها بتتدلع كده وبتقول لك where is the lavatory. طيب او where is the powder room او where is the girls room. ده البنات لما بيتحرجوا بيقولوا فين مثلا الباثروم، لا هتقول لهم الثلاث كلمات دول lavatory girls room او ممكن نقول powder room. اما بقى يا صديقي لو دخلت حديقه او مكان مفتوح او معسكر بتلاقي النوع ده من الحمامات، ولا ريست روم ولا باث روم ولا جيرلز روم ولا اي حاجه من الحاجات دي. هتلاقي حاجه اسمها بورت اجون. طبعا انت مستني تعرف اجزاء الحمام. اول حاجه هنبتدي بيها في الحمام وهو الحوض، وده طبعا اسمه سانك بيزن. طبعا الحوض هيبقى فيه الحنفيه اسمها فاوسيت. اما بقى لو الحنفيه هاندل ساعات بنسميها هوت ووتر هاندل، اللي هي بتجيب الماء السخنه او دراع الماء السخنه، او كولد ووتر هاندل اللي هي بتجيب الماء الساخن. هاندل او فاوسيت. كمان عندنا درين، دي الصفايه اللي احنا بنحطها في الحوض. لو انت عاوز تملا الحوض بتعمل عمليه اللي انت تسد البيزن ده، الحوض ده، علشان تعمل عملية بلاك ان. بعد كده بقى هتلاقي التويلت، ده جهاز التويلت كله اللي هو الجهاز بتاع الحمام كله. في بعض الناس بتقول على الحجرة كلها تويلت وده خطأ شائع. الحجرة كلها اسمها باثروم ريست روم او ووش روم، ولكن التويلت ده جهاز الحمام نفسه. بعد كده هنلاقي التويلت بول اللي هو حوض التويلت نفسه. بعد كده هتلاقي التويلت ليدز اللي هو الغطاء بتاع الحمام، تو ليدز. يبقى عندنا تو ليدز، يعني ايه تو ليدز؟ جانبين، جانب افقي وجانب راس. طبعا بعد الانتهاء من استخدام التويلت لازم تعمل put the seat down، تقفل غطاء الحمام. واوعى تنسى don't leave the seat up، ما تتركش غطاء الحمام مفتوح. جت اللحظه اللي احنا كلنا مستنيينها وهي عمليه شد السفون، flush the toilet. بتشد الايه؟ السفون. المفتاح بتاع التويلت اسمه ايه؟ اسمه flusher. طبعا اكيد لازم يبقى عندنا تويلت بيبر، يبقى جوه الحمام لازم يكون في تويلت بيبر او some tissues، بعض المناديل. وكمان البيبي لازم يبقى عندنا baby wipes. اكيد عندنا طبعا في التويلت اسمها تويلت براش اللي هي فرشات التويلت اللي هي بتنظف التويلت. هندخل بعد كده بقى على الشاور، هنلاقي بعد كده الشاور اللي هو الدش، بعد كده هنلاقي ديتشابل اللي هو الدش المنفصل اللي هو عامل زي سماعه بتفصله من الجزء الفيكسد الثابت علشان تستحمى بيه او علشان ترش الميه عليك، يبقى ده
ده التشهد، ده الجزء المنفصل من الشعر. طبعا عشان تظبط الساقع والسخن لازم يكون عندك شاور هاندل. شاور هاندل طبعا في ناس بتحب تستحمى في البانيو، وده اسمه باث توب. باث توب تبقى ليلتك سودا في البيت لو طلعت ميه بره البانيو، طبعا هتغرق الحمام كله. يبقى لازم يبقى عندك حاجه اسمها شاور كيرتين. شاور كيرتين اللي هي ستاره الحمام. خلصت حمامك، جه وقت الجيم او النادي، خلصت اللعب بتاعك كده، انت هتحتاج حاجه اسمها شاور ستول. شاور ستول اللي هو حمام بدش فقط، وده موجود في النوادي او في الجيم، اسمه شاور ستول. طبعا تستحمى بايه؟ اكيد هيبقى عندك شامبو، وكمان في ناس بتحب تستعمل ليكويد صوب اللي هو الصابون السائل، او بيسموه الشاور جل. في ناس بتحب طبعا البار صوب. بار صوب اللي هي الصابونه السميكه بتاعتنا اللي هي العاديه دي، اسمها بار صوب. بار صوب طبعا هتحط الصابون على لوفه اسمها الليفه، او سبونج او ووش كلوث. لوفه سبونج او ووش كلوث. بعد الشاور لازم تستخدم تاول. تاول اللي هي الفوطه، ودي ليها انواع، هاند تاول اللي هي بتنشف بيها ايدك، وباث تاول اللي هو بعد ما تخلص الشاور بتاعك، وحاجه اسمها ووش كلوث اللي هي للوش، بتبقى ناعمه شويه للوش عشان البشره بتاعتك، دي اسمها ووش كلوث. الفوطه دي بتبقى متعلقه على ما يسمى اللي احنا بنسميها الشماعه، والشماعه اسمها تاول راك. تاول راك او تاول بار. تاول بار. كمان الخطاف بتاع الشماعة ده لوحده اسمه هوك. اسمه هوك، يبقى الخطاف ده اسمه هوك. بعد ما تخلص سعادتك الحمام والدش الجميل، هتحتاج تسرح شعرك، يبقى محتاج مشط اللي هو اسمه كوم. كوم طبعا هيبقى فيه شوية مية في ودنك، يبقى هتحتاج كيو تابس. كيو تابس اللي هي زي ما وضحت في الصورة دلوقتي. في ناس بتستخدم كوتون بولز او كوتون راوندز. كوتون بولز او كوتون راوند عشان تنشف ودنك. كمان ساعات بنحتاج في الحمام تويزرز. تويزرز اللي هو المضاد، او فينجر نيل كليبرز. فينجر نيل كليبرز اللي هو القصف. بوبي بنز، ودي بنس الشعر وخاصة البنات بيحتاجوها، بوبي بنز. وكمان النيل فايل. النيل فايل معناها مبرد الاظافر. نيجي بقى للحلاق. فور شيفينج اكيد هتحتاج طبعا شيفينج كريم اللي هو كريم الحلاقة، وكمان هتحلق بحاجة اسمها ريزور. ريزور اللي هو مكنة الحلاقة. بعد كده هو طبعا هيجي دور الافتر شيفينج. افتر شيفينج كريم اللي هو كريم ما بعد الحلاقة. ولو شعرك مبلول اكيد هتحتاج الهير دراير. هير دراير اللي هو السشوار، علشان ما ننساهوش، ده من ضمن الادوات اللي هي ممكن تبقى او الناس محتاجاها في الحمام. كمان في الحمام هنلاقي عندنا توث براش. توث براش اللي هي فرشة الأسنان، وتوث براش هولدر اللي هو الأداة اللي بتشيل فرش الأسنان. دي تقريبا كل الحاجات اللي ممكن نكون محتاجين نعرفها في الحمام باللغة الإنجليزية، علشان نبقى عارفين معاني الكلمات بتاعتنا في كل أنحاء البيت، نقدر نتكلم باللغة الإنجليزية براحتنا بصورة سهلة وبصورة بسيطة. متنسوش اللايك وسبسكرايب وفولو والشير والاشتراك في القناة على اليوتيوب ليصلك كل. Gracias.